سمير غانم، فنان بحجمك، بقيمتك، بقدرك، بعظمتك، لا يمكن يموت، حتى لو روحه وجسده فارقونا، رح بتضل روحك الحلوة بيناتنا، روحك اللي بأصعب لحظات حياتنا خلتنا نضحك، خلتنا نبتسم، خلتنا نفرح. لروحك السلام عقد ما زرعت ضحكات بقلوبنا. الله يرحمه، البقاء لله، كلياتنا على هذا الطريق. سمير غانم ما في اثنين بيختلفوا انه هو علم من اعلام الكوميديا العربية. انا للأسف ما التقيت فيه شخصيا ولا مرة بحياتي، بس هو نوع من الفنانين يلي ما بيخليك تحس انه الشاشة هي حاجز بينك وبينه كمشاهد او كمتلقي، لذلك كنت حسه كتير قريب. كنت تابع لقاءاته وتعرف عليه أكثر كبني آدم وكإنسان وكأب، حب عيلتهم كتير. البقاء لله، الله يرحمه. رحمة لروحه وخالص العزاء لعائلته الفنية الكبيرة. سمير غانم صاحب مدرسة أحبها الجميع وترك أثرا في هذا العالم، عالم الدراما والكوميديا. لقد أدخل البهجة والابتسامة والفرح لقلوب كل الجماهير بالوطن العربي. خسارة كبيرة للفن العربي وللكوميديا العربية الراحل سمير غانم، جزء من ذاكرتنا، من ذاكرة طفولتنا وشبابنا، الأعمال الراقية والكوميديا الراقية التي قدمها والتي أضحكتنا من القلب بدون ابتذال، نمط جديد وأسلوب جديد أسسه عربيا بكل الأعمال الجميلة التي قدمها. خسارة فعلا كبيرة جدا. كل العزاء لعائلته وكل العزاء لمحبيه في الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم. تعزية الحارة لكل محبي وعائلة الفنان الكبير سمير غانم. الحقيقة خسارة كتير كبيرة، نخسر هيك قامة فنية، ولكن هذا قضاء الله وقدره. الله يرحمه والله يصبر الجميع.